الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. حياكم الله، كم اشتقت إليكم ورب. كنت أتمنى أن أتي إليكم منذ زمن، ولكن منعت بذنوبي. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم، اللهم أمين. أبدأ باسم الله مستعينا، راضيا به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا لهذا واجتبانا لهذا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوئ عملي أستغفره وأستعينه على نال الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وأبدأ بداية ألا يعبد في الأرض إلا الله، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله أن يعين، وإن لم يعن ربي فلا أحد يعين، وإن لم يكن عون من الله للفتى فإن أول ما يجني على المرء اجتهاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أصحابه في المسجد، فقال: من يحب أن يرجع إلى أهله بناقتين قوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقال الصحابة: كلنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إلى المسجد فتعلم آيتين فله ناقتان، وثلاث بثلاث، وأربع بأربع. نتكلم فضل من الله ونعمة ومن عن كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. كلام الملك هو ملك الكلام، القرآن. وما أدراك ما القرآن؟ القرآن حير الألباب، القرآن أذهل العقول، القرآن رفع الكثير، القرآن وضع الكثير. فأسأل الله أن نجعلنا من أهل القرآن. ولكن السؤال: لما أنزل الله عز وجل القرآن؟ قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن. فليتشجع أحدنا ويقول: يا رب، لما أنزلت القرآن؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن أنزل الله عز وجل القرآن لتسعد في هذه الحياة. ولكن هل نتعامل مع القرآن كما يجب؟ تجد الأخ في رمضان يأتي ويقابل أخيه ويقول: لقد فرغت من قراءة القرآن مرة ومرتين وثلاث وأربع، ويقول الآخر: وأنا كذلك. إذن ما الذي تغير في داخلك؟ ما الذي تغير في داخلك؟ هل امتنعت عن الذنوب عندما قرأت القرآن؟ هل توددت إلى الله عز وجل وتقربت إليه عندما فرغت من ختم القرآن؟ هل أنزل القرآن للقراءة؟ هل أنزل الله عز وجل القرآن حتى نتسابق في القراءة؟ الذي قال لنا: ذلك إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. الذي جعلك تسلك هذا المسلك هو إبليس، حتى تظل كما أنت لا تفهم معاني القرآن ولا تتدبر القرآن. وهذا هو المغزى من نزول القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزل
كتاب أنزلناه إليك مبارك. ألا يا رب لما أنزلته؟ ليقرأوا؟ هل قال الله ليقرأوا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن أنزل الله عز وجل القرآن للتدبر وليس للقراءة، وليس للقراءة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن المشركين إذا سمعوا هذا القرآن فسوف يدخل جلهم إلى الإسلام. لما لا نتدبر القرآن؟ وما الأسباب التي تؤدي إلى عدم تدبر القرآن؟ هل أحد منا سأل نفسه لما لا يتدبر القرآن؟ الجواب من كتاب الله. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي. سأصرف؟ نعم. الله يبارك فيكم شيخنا، انا اسف جدا ان انا بتكلم حضرتك قاعد. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، اللهم امين، اللهم امين. قال الله: سأصرف عن آياتي، اي لن يتدبر القرآن ولن يفهم القرآن. من يا رب؟ من الصنف الذي لن يتدبر القرآن؟ قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. كلام ثقيل لو دخل إلى القلب، أما إذا سمعته بالأذن خفيف لن تطاير. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن أول سبب لمنع تدبر القرآن هو الكبر والعياذ بالله. تأتي إلى المسجد فيقف رجل بجانبك أشعث أغبر فتأنف، ويكون هذا الرجل بجانبك فتأنف منه وتقول: أنا لا أضع قدمي بجانب قدم هذا الرجل، وربي لن تفهم ما يقول الإمام من القرآن وما يدل. ستحرم تدبر القرآن بهذا الكبر. لابد من التأدب مع الله عز وجل. إذن السبب الأول هو الكبر. السبب الثاني ما ذكره الله عز وجل في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي. ذكر بآيات ربي، جاءت الأوامر فلم يأتمر، قرأ في القرآن الختمة بعد الختمة ولم ينتهي، ولم يأتمر بأوامر الله، ولم ينتهي بأوامر الله، سيحرم من لذة القرآن. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. النتيجة: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. تقرأ القرآن وتقرأ الأوامر والنواهي ولا تستجيب، هل تريد أن تتدبر القرآن بعد ذلك؟ وربي ستحرم. تمشي بين إخوانك بالغيبة والنميمة وقطع الأرحام وتقول: أريد أن أتدبر القرآن. كيف وربي؟ لن تتدبر القرآن. القرآن حتى يتدبر لابد من فهم المعاني، لابد من فهم المعاني. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صار أكثر الناس أعاجم إلا من رحم الله، لا يفهمون معاني القرآن. هناك كتاب قيم لطالب العلم المبتدئ يمكن أن يستعين به بعد الاستعانة بالله عز وجل،
وهو كتاب غريب ألفاظ القرآن أو غريب معاني القرآن للشيخ عزيز السجستاني. هذا القرآن، هذا الكتاب، كتاب يرشدك إلى حل ومعرفة معاني ألفاظ القرآن، يبدأ به طالب العلم المبتدئ، ثم بعد ذلك يقوم بشراء تفسير الشيخ فيصل المبارك حفظه الله. هذا التفسير الذي جعله الشيخ في حوالي ما يقرب من 365 درس بعدد أيام السنة. قد تناول فيه الشيخ التفسير ببساطة. بعض منا يذهب إلى ابن كثير أو القرطبي أو الطبري، وهذا خطأ. لابد أن تتدرب، كما قال ابن عباس: العالم الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كبار العلم. لكن للأسف الإخوة تريد أن تدخل على الطبري وعلى ابن كثير وهي لا تعرف معاني القرآن. الله عز وجل قد تحدى المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وما زال التحدي قائم. قال الله عز وجل: ولئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي ما زال قائم. لكن المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عرب أقحاح، يفهمون المعاني، يفهمون ما يقال من القرآن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما كان يأتي المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلهم بجانب المسجد حتى يسمعوا القرآن. تعرفون جبير بن مطعم الصحابي الجليل، هذا الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووالد جبير بن مطعم هو مطعم عدي، هذا الرجل الذي كان سببا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعدما عانى ولاقى من الطائف، كما قال لعائشة: إن أعظم ما لقيت يوم الطائف. اتفقت قريش على ألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة أخرى. من الذي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ متى ابن عدي، ومات مشركا، ولكن الله عز وجل شكور جعل ابنه صحابي وهو جبير ابن مطعم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الطور. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كلامه ثقيل. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. سمعا جبير هذه الآيات فقال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. هل عندما تسمع القرآن يطير قلبك؟ هل ترجع إلى الله عز وجل أم تختم ثم الختمة ثم الختمة ولا تتغير؟ وهكذا ذكر في قصة إسلام عمر بن الخطاب عندما سمع سورة الحاقة، وقد ذكر ذلك أهل التفاسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل المشركين بجوار المسجد حتى يفهموا ويدركوا معاني القرآن. لكن ما منزلة أهل القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أهل القرآن، وكان يجعل أهل القرآن في المقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما قتل 70 من الصحابة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون أنهم قد اشتد عليهم الأمر في حفر القبور، فأذن لنا يا رسول الله أن نضع الواحد والاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا ولكن قدموا حافظ القرآن. في الموت قدموا حافظ القرآن. إذا كان القبر لا يتسع إلا لواحد في القبلة فيقدم حافظ القرآن. هذا في الموت. وفي الحياة، ابن مسعود رويع غمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله في كل أسفاره وفي ترحاله بجواره، ينام بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن مسعود كان يقول: أنا صاحب الوسالة والنعلين. في غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وبجواره ابن مسعود، فاستيقظ ابن مسعود من النوم فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت ليلا، فتحسس فراش أبي بكر فلم يجد، وتحسس فراش عمر فلم يجد، فأخذ ابن مسعود يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر، وكانت غزوة تبوك. فرأى ابن مسعود نارا في آخر المعسكر، فذهب إليه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد حفر قبرا وقد كفن شخصا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: هو أخوك عبد الله ذو البجالين. تعرفون عبد الله ذو البجالين؟ عبد الله ذو البجالين كان شابا من قريش، مطرف العيش، جميل الثياب، يضع أفضل العطور ويتزين. أدخل الله عز وجل عليه الإسلام وأراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف المشركون ذلك فجاءوا به في وسط الدار وقد خلعوا عنه الثياب، فأصبح كما ولدته أمه. فأصبح عبد الله يبحث عن أي شيء يستر به العورة حتى يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجد ثياب خرق كثيف يستر به فقط العورة، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ابن مسعود فقال: لمن هذه القبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لأخوك عبد الله ذو البجالين. فأنزله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه إلى القبر وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض، اللهم ارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض، اللهم ارض عنه. فبكى ابن مسعود، وهكذا قلوب حملت القرآن، وقال: والله لقد تمنيت، بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارض عنه فإني عنه راض، قال: والله لقد تمنيت أن أكون صاحب هذه الحفرة وهذا القبر. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتي، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه، كم ندعو الله في ذنب حل بنا لما تولد بلايانا نسيناه، ونركب البحر وقد حفظنا الله عز وجل، نركب الجو وما سقطنا، لأن الحافظ الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله، اللهم آمين. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن. طيب، إذا كنت من المتدبرين للقرآن لا تغتر بنفسك، فقد تحرم هذه اللذة. ذكر البيهقي في شعب الإيمان وغيره عن علي بن الحسين وغيره
أن علي قال: كان لنا رجل أو جار صالح من المتعبدين الزاهدين الذين يقومون بالليل ويتلون القرآن ويشعرون بمعاني القرآن، وكنا نسمع بكاءه، وكنا نسمع بكاءه، وكنا نتأثر جدا بهذه التلاوة. وفي يوم هذا الرجل الصالح اشترى جارية وكانت تحسن الغناء، وكانت تحسن الغناء وهو لا يدري. بينما هو يصلي كعادته في محرابه ويتلو آيات الله عز وجل، فغنت الجارية وارتفع صوته فسمعه وهو يصلي في محرابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا الرجل كان يصلي في المحراب وسمع هذا الصوت، فذهب لبه وذهب عقله وخلطت عليه الصلاة. بعدما أنهى الصلاة ناداها وزجرها وقال لها: لا تعودي إلى ذلك، وقد اشتد عليها أشد الاشتداد. فقالت، وهنا جاءت الفتنة، فقالت: يا سيدي، يا مولاي، أنت شاب قد قضى عمره في المحراب وأعرضت عن هذه الدنيا، هل أجممت قلبك ببعض غنائي؟ ثم تعود إلى ما كنت فيه. فسكت فغنت ثم أصبحت سلوتها في خلوته بعدما كان القرآن هو السلوث، وجاف القرآن، فكتب إليه بعض إخوانه في ذلك كتابا، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى من سلب حلاوة الذكر ولذة المناجاة، أذكرك ونفسي هادم اللذات ومنغز الشهوات، فكيف بك إذا نزل بك الموت؟ فأبكم اللسان وهد الأركان وقرب الأكفان وأوحش الجارية والجيران. تذكر يوم يجعل الولدان شيبا فيصاح بالناس فتكث الأمم لصولة الجبار. فتأثر الرجل وأحيا الله قلبه، وأخذ يدعو الله عز وجل أن يرجع إلى تدبر القرآن، فنادى الجارية وقال لها: أنت حرة لوجه الله. وأخذ يجتهد في الدعاء ويتضرع إلى الله حتى فتح الله له قلبه، وبات وهو ساجد. فرآه علي بن الحسين في المنام، فقال له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: لقد عوضني الله جارية. اللهم اغفر لي. لقد عوضني ذو العرش جارية حوراء تسقيني طورا وترويني وتقول: اشرب بما قد كنت تأمنني، وقر عينا مع اللذات ولهن. اللهم ادخلنا الجنان يا أرحم الراحمين وتوب علينا. فلا تختار أخي الكريم، إذا كنت من المتدبرين للقرآن فقد تسلب هذه الحلاوة. ارجع إلى الله وتوب وعد إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى التمسك بكتاب الله، وسنشرع بإذن الله جل وعلا حتى لا نطيل على حضراتكم قبل صلاة المغرب في تفسير سورة الفاتحة. عندما نبدأ لابد أن نتكلم عن فضل سورة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد بن المعلى
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله قبل أن أخرج من المسجد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكاد أن يخرج من المسجد، فقال له: لقد قلت يا رسول الله لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع مثل الفاتحة. ومن حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال لهم: فتح باب في السماء لم يفتح من قبل قط، ونزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض قط. قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أوتيتاهما لم يؤتهما نبي قبل، خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب. وقد أخرج الإمام الترمذي في صحيحه، وقد صحح هذا الحديث الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: هل تحب أن أعلمك أعظم سورة في كتاب الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال: نعم يا رسول الله أحب ذلك. فقال: بما تقرأ في الصلاة؟ قال: أقرأ بأم الكتاب. قال: والذي نفسي بيدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ما أنزلت أو ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وهي الفاتحة. فالفاتحة هي أعظم سورة. وقال بعض السلف: لقد أنزل الله عز وجل من الكتب 104 جمع علمها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تكلم في فضل الدعاء في دعاء الفاتحة، عندما ندعو الله عز وجل ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام: هو أجل مطلوب، هو أجل مطلوب وأعظم مسؤول، ولو علم الداعي قدر ما يطلب لأصبح هذا الدعاء هو ديدنه وهجيره، لأن هذا الدعاء فيه خيري الدنيا والآخرة. ومع قصر سورة الفاتحة إلا أنها تحتوي على معاني التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال ابن القيم، قال ابن القيم في مدارك السالكين كلام يكتب بماء العين، قال: إنها تشتمل، أي الفاتحة، إنها تشتمل على شفاء القلوب وشفاء الأبدان. إذن الفاتحة تشتمل على شفاء القلوب وشفاء الأبدان. ثم قال رحمه الله: وأما اشتمالها على شفاء القلوب فهذا أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها يندرج تحت أمرين، وهما فساد العلم وفساد الطلب. إذن فساد القلوب يندرج تحت أمرين، هما فساد العلم وفساد الطلب. ويندرج تحت هذين الأمرين داءان قاتلان، هما الضلال والغضب، هما الإيه؟ الضلال والغضب. فالضلال هو نتيجة فساد العلم، الضلال هو نتيجة
فساد العلم، والغضب هو نتيجة فساد القصد. وكل هذا يشفى بتحقيق قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، معرفة وعلما واقتضاء وعملا. فهذا يحقق شفاء القلوب. أما شفاء الأبدان فبين في حديث اللذيذ الذي قرئ عليه الفاتحة، وإن لم يكن هو والقوم ليس محل للشفاء لأنهم كفروا ولم يكرموا الضيف الذين كانوا عندهم، فهم ليس محل للشفاء. ولكن عندما قرئ عليه الفاتحة برأه وهو كافر. فللفاتحة أثر عجيب في التلاوي. وقال ابن القيم: كنت في الطواف فعانيت كثيرا أن أكمل الطواف وكنت أسقط، فجئت فقرأت بالفاتحة على محل الألم فبرئت وأحسست بنشاط لم أشعر به من قبل. وقال: كنت أأتي بماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة فأجد له شفاء لم أجده من دواء. فللفاتحة أثر عظيم في شفاء القلوب وشفاء الأبدان. مفهوم هذا الكلام؟ لابد أن نعي أننا نتعامل مع رب الأرض والسماء. هذا كلام الله. إلجأ إلى الله عز وجل حتى تحيا طيبا. نبدأ القرآن بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختلف العلماء كما تعلمون إن شاء الله في هل الاستعاذة واجبة أم مستحبة أم ماذا. نحن حتى لا ندخل في خلاف فقهي وليس هذا في موضوعنا، نقول ما ندين لله عز وجل، وهي سنة مؤكدة وليست واجبة. لأن الله عز وجل قال: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول عند قراءة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وأستجيب. قال المتنبي في هذا المعنى بيتين، قال فيه: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيدون عظما أنت جابره. كان شيخ الإسلام ينكر على أو ينكر على المتنبي هذين البيتين، وقال: لا يمكن أن نقول أو نقول هذين البيتين في حق بشر. وقد كتبهم المتنبي لسيف الدولة الحمداني. فقال شيخ الإسلام: لا يقال في حق بشر، بل هما يقال لرب البشر. وذكر ابن كثير أن شيخ الإسلام كان يدعو بهذا الدعاء في سجوده: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيدون عظما أنت جابره. أعوذ أي ألتجئ وأستعيذ وأحتمي وأستجير بالله. أعوذ بالله، الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء. هو الله، لا إله إلا الله، المعبود المألوه حبا وخوفا ورجاء. لما نحب الله عز وجل؟ الأسباب كثيرة، ولكن هناك سببان عظيمان لحب الله عز وجل. أول سبب كثرة نعم الله عز وجل علينا.
والله الذي لا رب سواه، لو أراد الله عز وجل ألا يجعلك تقوم من مقامك ويراك الناس فيبكون عليك لفعل، ولكن هذا فضل الله أن يجعلنا نتكلم ونتحدث ونقوم ونأتي إلى الدروس ونستمع إلى العلم، فهذه نعم الله عز وجل. والله الذي لا رب سواه، لو أراد الله عز وجل أن يخرجك من بيتك وتجلس في مستشفى ليس في غرفة بل في سرير ويأتي الناس فيقوم، والله الله عز وجل قادر أن يفعل معك ذلك. هل شعرت بذلك؟ هل أحسسك الله عز وجل بذلك؟ فاشكر الله عز وجل على نعمه، هذه نعم كثيرة. إذن أول شيء نحب الله عز وجل له لأنه كثير النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. السبب الثاني أنه صاحب الكمال المطلق سبحانه وتعالى. عندما تسمع برجل مقدام شجاع، هذا الرجل يحكون عنه الكرم، أنت تحبه قبل أن تراه، فما بالك بالله ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان تأتي من شطنا، تأتي من شطنا أي بعودا، يقال بئر شطون أي بئر بعيد، والشيطان المبعد من رحمة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم إما أن تكون فاعل وإما أن تكون مفعول، إما أن تكون فاعل أي الذي يرجم بالوساوس، وإما أن تكون مفعول الذي يرجم كما قال الله عز وجل وجعلناها رجوما للشياطين. إذن كما نقول السميع، السميع الذي يسمع. طب القتيل الذي يقتل ولا يقتل؟ الذي يقتل. إذن الرجيم تأتي كفاعل وتأتي كمفعول. وقيل أن اسم الجن يطلق على مؤمن الجن، وقيل أن كفرة الجن يسموا بالشياطين، وقالوا أن إبليس هو أبو الجن، وقالوا أن آدم هو أبو البشر. والله أعلى وأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا أن الله عز وجل هو المألوه المعبود حبا، فمن قال أني أعبد الله عز وجل حبا فقط بذاته ولا أرجو جنة ولا نار فهو قد تزندق. هذه زندقة، هذه زندقة. الله عز وجل قال يدعوننا رهبا ورهبا يخافون ربهم من فوقهم. فالذي يقول أنا أعبد الله عز وجل حبا لذاته فقط وليس طمعا في جنته ولا في ناره فقد تزندق، ومن عبد الله عز وجل بالخوف فقط قد أصبح حروريا أي خارجيا، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فقد أصبح مرجئا. فالمؤمن يعبد الله عز وجل حبا وخوفا ورجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسننهي إن شاء الله بإذن الله حتى لا أطيل عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله يحفظكم، والله ده أنا تقصير مني، أنا اللي أتيت من القاهرة يعني فجئت متأخرا فسامحوني والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستر عورات بني آدم من أعين الجن بسم الله. ستر عورات بني آدم من أعين الجن إيه؟ بسم الله. قال ابن كثير في هذا المعنى معنى لطيف جدا، قال ولما كان الجن يرون ولا نراهم، قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه.
قالوا وعندما كان الجن يرون ولا نراهم فكان من المناسب أن نستعيذ بالذي يراهم ولا يروه سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يتخلى عن ملابسه فليقل بسم الله حتى يستره الله من أعين الجن، والله يحفظ عباده. من أخلص أخلصه الله، من أخلص أخلصه الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل ليوسف إنه كان من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. عندما أخلص يوسف أخلصه الله. اللهم اجعلنا من المخلصين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تزيل النعم، اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اغفر لنا الذنوب التي تمنع الرجاء. اللهم سلمنا وغنمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مؤذن ولا فاضح. اللهم لا تفضح لنا يوم القيامة عرضا، لا تفضح لنا يوم القيامة عرضا. اللهم أمننا، اللهم اجعلنا آمنين في أوطاننا، اللهم لا تمكن منا أحدا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى الحكم بكتابك والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا. اللهم اجعل شرعك أن يسود وللراية أن تعود. اللهم آمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. آسف جدا على الإطالة، إن شاء الله يقدر الله عز وجل اللقاء والبقاء غدا، وأحيانا الله عز وجل يقدر اللقاء، نستكمل بإذن الله تفسير سورة الفاتحة. طبعا احنا كل ده في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني لنكمل نقعد بقى، لكن أسأل الله عز وجل أن يسهل لنا هذا الطريق، وإن قصرت أو تجاوزت سامحوني على الإطالة، وأنا حرمتكم الكثير من الوقت حتى تقوموا للإفطار، جزاكم الله خير. تفضل. والله ده أنا قادم لكم، والله أسعد ليكم، والله يعني أنا أصلا جئت حتى أرى هذه الوجوه التي تحمل السنة. والله إني أحبكم في الله، وربي أنا أحبكم قبل أن آتي، وأدعو لكم، وأتمنى أن أكون تحت القدم، لا ليس أن أجلس على هذا الكرسي. ورب صلى الله عز وجل أن يجمعنا في الجنان مع النبي العدنان في الفردوس الأعلى مع النبي. اللهم لا درجة إلا درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم عن حسن الاستماع. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.